معاكم النهاردة من مركز القاهرة للمؤتمرات في مدينة نصر، في أرض المعارض، في معرض من أهم المعارض في ماك تيك، وفي معرض اللي هو الهاندلنج إكسبو اللي احنا هندخل فيه إن شاء الله دلوقتي، ونشوف أهم المعدات الموجودة فيه، لأن ده الجزء اللي يهمنا اللي هو الهاندلنج، معدات اللي هي مناولة المواد. في طبعا كمية شركات كبيرة وضخمة مشاركة في المعرض، في طبعا بعض المعدات صيني وبعضها ياباني وفي تركي.
أسئلة عندك. نور الدنيا النهارده.